ليس هذا يوم عمل شاق بالنسبة إلى هذين الرياضيين الأستراليين المشاركين في الأولمبياد، ولكنه ليس يوما سهلا أيضا. حوض الاستجمام يليه حمام بارد، وكل هذا جزء من التدريب والنظام الغذائي الذي من شأنه أن يبقي أجسامهم في أحسن حال. نحن في المعهد الرياضي الأسترالي، وهو مركز التدريب المخصص لنخبة الرياضيين الأولمبيين. الحرم هنا وخصوصا في كانبيرا يتمتع بشروط التدريب ربما الأقرب إلى الكمال في كل البلاد، بما فيها الأنظمة العلمية وطبعا المدربين الخبراء. يحوي معهد التدريب الجديد هذا على جملة تسهيلات، فهنا ثمة مكان آخر صمم في منزل يحوي ارتفاعات. الهواء هنا تنخفض فيه نسبة الأكسجين وتصل الارتفاعات في المنزل إلى 3500 متر. تمضية الوقت في هذا المنزل يمكنه أن يساعد الرياضيين على أن يكونوا أكثر قدرة على المنافسة عبر زيادة خلايا الدم الحمراء لديهم، والعداء مايكل روجيه هو واحد منهم. النتائج التي حصلت عليها في السنوات الثلاث الماضية خلال تدريب الارتفاع والقطار المنخفض مثلا كانت جميعها مفيدة لي. في زاوية أخرى من المعهد، راكب الدراجة أوسي ابتكر لنفسه المساحة اللندنية الخاصة به. فريق الدراجين استخدموا الكاميرا لتصوير مسار الطريق الأولمبية، ثم نقلت هذه البيانات إلى جهاز يرصد الصعود والهبوط للطريق الفعلية. إنها مساعدة نفسية للرياضيين على ما يوضح أحد المدربين. هذا يساعدني على أن أتآلف مع الأجزاء الأكثر صعوبة في المسابقة. قد يكون هذا هو الفرق بين الرابع والثالث وبين الثاني والذهبية. الذهب هو اللون الذي سيرتديه اللاعبون الأستراليون في أولمبياد لندن.